بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي النائب وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار. والحقيقة النهاردة احنا سعداء بوجودنا مع أهالينا في محافظة أسوان. ويمكن يعني في البداية أنا حابب أوضح لحضراتكم يعني جهود الدولة تحديدا في ملف المية. الأول فيما يخص محافظة أسوان، احنا بنخدم أهالينا في محافظة أسوان بإجمالي عدد 108 محطة مياه، من ضمنهم 5 محطات رئيسية وفي 103 محطة مياه فرعية. مهم جدا نعرف الإحصاء اللي جاي ده، احنا عندنا في 385 ألف متر مكعب في اليوم بننتجهم بنخدم بيهم كل أهالينا، واللي عددهم حوالي 1,600,000 ألف نسمة داخل المحافظة. الحقيقة يمكن احنا بشكل تلقائي يعني على مستوى الجمهورية كلها بيتم أخذ عينات يوميا من محطات المياه، سواء المآخذ أو الروافع أو محطات التنقية، والعينات دي بتتاخد من المأخذ من المياه نفسها اللي داخلة للمحطة، ومن المنتج النهائي كمان اللي هو المخرج بعد التنقية. والحقيقة يمكن خلال الرصد ما قبل رصد هذه الحالات كان استطلعنا كل النتائج الخاصة بالعينات والتقارير اللي موجودة، ولقيناها ان هي مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية. وبعد رصد الحالات برضو كثفنا الحملات بتاعة التقارير والنتائج من خلال الشركة القابضة وللمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع ايضا للوزارة، هو بيعد جهاز رقابي داخل الوزارة لفحص العينات بشكل عشوائي ومستمر. كثفنا هذه العينات ولقينا ان المنتج برضو مطابق للمواصفات والمعايير بشكل كامل، وان الحقيقة المشكلة مش في محطات المياه تماما. ويمكن زي ما تفضل يعني زميلي الفاضل الدكتور خالد عبد الغفار، حقيقة احنا اشتغلنا من خلال غرفة عمليات مشتركة مع وزارة الصحة وبمعاونة المحافظة، والحقيقة عملنا كمان مجموعات عمل ميدانية على الأرض عشان نبتدي نتقصى ونعرف ايه هو المبرر او ايه السبب. والحقيقة يمكن بعد ما خلصنا مرحلة الفحص للمحطات كلها بالكامل دخلنا على الشبكات نفسها الفرعية، وبرضو احنا بيبقى عندنا حدود ومعايير لنسب الكلور ونسب الشبة تحديدا، او تحديدا نسبة الكلور في الشبكات. وجدنا برضو ان هي حتى في اطراف نهايات الشبكات هي ايضا مطابقة للمواصفات. والحقيقة عملنا كمان رصد جوه المنازل للشبكات كمان الداخلية اللي معمولة بمعرفة اهالينا، والحقيقة يمكن رصدنا بعض الحاجات اللي ممكن تكون يعني مش مطابقة نوعا ما للمواصفات، ومع ذلك نزلنا الفرق بتاعتنا امنت هذه الوصلات كلها بالكامل، سواء تغذيات المياه او حتى تغذيات او ترانشات الصرف الصحي اللي موجوده في بعض القرى. زي ما حضراتكم عارفين احنا يمكن يعني في ضوء المبادره الرئيسيه العظيمه اللي خاصه بمشروع حياه كريمه، الحقيقه احنا في محافظه اسوان تحديدا يمكن انتهينا من 101 قريه دعمناهم بالصرف الصحي بالكامل، ودول بيغطوا نسبه حوالي 92% من اجمالي القرى في محافظه اسوان، ومتبقي معانا 16 قريه ضمن المرحله الثانيه، وتم طبعا تدفيع يعني العجل العمل فيهم بشكل كبير جدا، هم ضمن المرحله الثانيه في هذا المشروع.